شو بكم كلكم معلقين على قصة أهلكم؟ إنه إيه يحبوا يعشقوا، شو هالقصة يعني؟ فادي والله أنا مو فارقة معي، يحب بالعكس أنا بنبسط له يعني، بس ما عم تنبلع إنه من بين كل نسوان العالم ما لقى غير أم البنت اللي أنا بحبها. إيش لك كمان أنت يا زياد، حلقك صار لازم تطلع من القصة بقى. إيه على أساس إنه الواحد فينا يطلع من الحب هيك؟ لا ما حدا قال إنه يطلع من الحب هيك، أكيد ما فيك، بس كمان ما تناقض حالك، يعني مرة مع الحب ومرة ضده. ليش اللي بين أبوك وطنط هنادي شو؟ مو حب كمان؟ قسما بالله العظيم ما بعرف. والله يا زياد أنا ما بحس إنه علاقة أبوك بطنط هنادي هي السبب بفشل علاقتك أنت وياسمين، أصلا ما لازم تكون هيك. علاقة؟ فادي أنا ما عم بحكي عن العلاقة، أنا عم بحكي عن الحب، الحب نفسه هو يعني. العلاقة ممكن تخلص، ممكن تموت، أي شيء، بس الحب لا، ما بصير. شو يعني؟ رح تضل هيك تنعي وتندب عليها؟ لا بس أنا موجوع، ما بصير أقول أخ يعني؟ لا عمو، معقول صرنا بالقرن 21 ولساته الحب أزمة؟ يا سيدي هذا المجتمع الزبالي اللي نحن عايشين فيه فيه شي 150 ألف أزمة ومشكلة، مو لا يطلع منهم بالأول؟ يا سيدي رح يجي يوم ويطلعوا منهم، بكرة بذكرك، أصلاً المشوار للصيني بيبدأ بخطوة. هذا الكلام اهترى يعني، أنت هلأ فيك توصل على الصين بكبسة زر؟ شو يعني؟ الخطوة لحالها ما بتكفي، كله هذا حكي فاضي.